السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، استكمالا للحديث عن وحدتنا الأولى الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم. هنتكلم النهاردة عن الدرس الرابع النشاط الصناعي في العالم. تعالوا مع بعض سنة أولى سنة ثالثة نتعرف على بعض الأسئلة في المراجعة الجزئية. والسؤال الأول بيقول لي صوب ما تحتوي خط رقم واحد: تنتشر الزراعة الكثيفة على هوامش الغابات الاستوائية. طبعا مش الزراعة الكثيفة اللي تنتشر في المكان دوت، دي الزراعة البسيطة أو ممكن نقول عليها الزراعة البدائية. السؤال الثاني بيقول لي تعد الصين من أكبر الدول لتربية الأبقار؟ لا طبعا، الصين من أكبر الدول لتربية الأغنام. بعد كده بيقول لي بما تفسر التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة؟ التوسع في استخدام الغاز كمصدر للطاقة طبعا ده بسبب لأنه من مصادر الطاقة الرخيصة، كما أنه سهل النقل وأقل تلويثا للبيئة. دول ثلاث أسباب بيخلوني أتوسع في استخدام الغاز كمصدر للطاقة. من عنوان درسنا النهاردة سنة ثالثة عرفنا ان احنا هنتكلم عن النشاط الصناعي، فبيقول ان النشاط الصناعي دوت بيعتبر على قمة الانشطة الاقتصادية، والذي يشهد تطورا سريعا في الالات والمنتجات الصناعية، كما انه يعد مقياسا على مدى تقدم وتأخر الشعوب. طبعا هلاقي ان الصناعة موجودة في دول عديدة جدا، الا ان هي بتختلف في ايه؟ ألف نوعيتها، سواء كانت خفيفة او ثقيلة، ومدى تركزها، والى جانب ايضا جودتها. طيب عرفنا برضو زي ما احنا قلنا من شوية ان الصناعة الحديثة بتعد مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب وازدهارها. طبعا الدول المتقدمة هي الدول التي تطورت فيها الصناعة تطورا مذهلا، واخذوا بالاساليب العلمية وتطبيق الابحاث والتجارب العلمية في الاقتراع وكذلك ايضا في الصناعة. وزي اي نشاط اقتصادي اولاد ليه مقومات، قال لي كمان ان الصناعة ليها مقومات. بس قبل كده بيقول لي الصناعة المتطورة تركز في الدول المتقدمة، يعني الصناعة المتطورة تتركز في الدول المتقدمة، يعني الصناعات المتطورة هتلاقيها دايما اكيد في الدول المتقدمة. كمان اولاد بيقول لي مش بس كده، ان بعض الدول النامية ارتقت بمستوى شعوبها واقتربت من مستوى الدول المتقدمة، وعندي امثلة على ذلك. طبعا من الدول النامية التي ارتقت بمستوى الشعوب بتاعتها واقتربت من مستوى الدول المتقدمة طبعا عندي الصين وجنوب افريقيا، وطبعا بالاضافة لمصر. زي ما احنا عارفين سنة تالتة كل نشاط اقتصادي ليه مقومات بتساعد على قيامه. طبعا الصناعة ليها العديد من المقومات، سواء كانت مقومات طبيعية او مقومات بشرية. من ضمن المقومات الطبيعية المواد الخام ومصادر الطاقة وكذلك ايضا الموقع المتميز. اما عن المقومات البشرية طبعا بنحتاج لأيدي عاملة ماهرة وتطور علمي وكذلك ايضا توافر اسواق ورأس المال الى جانب السياسات الحكومية. يبقى دي عوامل ساعدت على قيام النشاط الصناعي. هنروح بعد كده ولاد لموضوع بقى درسنا والاساس في درسنا النهاردة، اللي هو بعض الاقاليم الصناعية الرئيسية في العالم. طبعا كلمة اقليم صناعي اولاد يعني منطقة كبيرة يعني بيتم فيها صناعة العديد من الانواع المنتجات. طب زي ايه؟ قال لي مستر اول اقليم واهم اقليم عندنا اقليم غرب ووسط اوروبا الصناعي. بقول له مستر ان الاقليم دوت يتوفر في دول اوروبا بشكل عام مقومات الصناعه، يعني عندهم مقومات الصناعه سواء كانت طبيعيه او بشريه اللي الميس لسه قايل عليها من شويه. بقول لي كمان ان اقليم غرب ووسط اوروبا، قال لي مستر ده ادت الوحده الاقتصاديه الاوروبيه الى التكامل في الجوانب الاقتصاديه باقليم غرب ووسط اوروبا، وكذلك حمايتها جمركيا وتدعمها من جانب الاتحاد الاوروبي. اما عن اهم المراكز الصناعيه في اقليم غرب ووسط اوروبا طبعا عندي بريطانيا بالاضافه الى فرنسا وكذلك المانيا. يبقى اقليم غرب ووسط اوروبا اهم المراكز الصناعيه اللي موجوده فيه هي بريطانيا وفرنسا والمانيا، واللي ساعد على انشاء اقليم غرب ووسط اوروبا الصناعي الوحده الاقتصاديه الاوروبيه التي ادت الى التكامل في الجوانب الاقتصاديه وحمايه المنتجات جمركيا وتدعمها من جانب الاتحاد الاوروبي. اما عن الاقليم الصناعي الاخر بيتمثل في اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه الصناعي. بيقول لي طبعا بيمتد في شمال شرق الولايات المتحده والبحيرات العظمى، وكما انه اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد. طيب هتتمثل في ايه اهم الصناعات اللي هلاقيها موجوده في الاقليم ده؟ قال لي عندي صناعات هندسيه متطوره، مش بس كده كمان، ده انا عندي صناعات خفيفه استهلاكيه زي ما وضح قدامنا في الصور، وصناعه الادوات الكهربائيه، الى جانب ايضا صناعه السيارات وكذلك ايضا صناعه الالكترونيات.
يبقى دي كده من أهم الصناعات اللي بتوجد في إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. هنروح بعد كده سنة تالتة لسؤال المتفوقين، والسؤال بيقول لي دلل تعد الصناعة الحديثة مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب وازدهارها. تعد الصناعة الحديثة مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب وازدهارها. فكر في السؤال، السؤال سهل وقلناه أثناء الشرح، مستنينك تبعت لنا الإجابة. بعد كده هنروح للإقليم الصناعي الثالث وهو إقليم روسيا وأوكرانيا الصناعي. الإقليم ده سنة تالتة بيقول لي يمتد في دولة روسيا وأوكرانيا من اسمه واضح في شكل مناطق متباعدة. أما عن أهم المراكز الصناعية الموجودة في إقليم روسيا وأوكرانيا فعندي مركز موسكو وما حولها بالإضافة إلى إقليم الأورال. يبقى إقليم روسيا وأوكرانيا بيمتد من اسمه في دولة روسيا وأوكرانيا بس في شكل مناطق متباعدة عن بعضها. وأهم المراكز الصناعية الموجودة في إقليم روسيا وأوكرانيا قال مستر عندي موسكو وما حولها بالإضافة لإقليم الأورال. أما عن الإقليم الصناعي الآخر اللي هو إقليم شرق آسيا الصناعي، وطبعا ده بيوجد في مناطق صناعية في إطار النطاق الصناعي. بيقول لي من أهم المراكز الصناعية اللي موجودة جزيرة هونشو، دي موجودة باليابان وجمهورية كوريا وكذلك أيضا مناطق عديدة بالصين. يبقى إقليم شرق آسيا بلاقي الصناعة متفرقة فيه في العديد من الأماكن زي جزيرة هونشو باليابان وجمهورية كوريا ومناطق صناعية في الصين. أما عن المراكز الصناعية الحديثة طبعا بقى هلاقيها متفرقة في معظم قارات العالم. طبعا لو جينا اتكلمنا على قارة آسيا هلاقي إن أهم المراكز الصناعية اللي موجودة في قارة آسيا دول جنوب شرق القارة زي ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند، وكذلك أيضا دول الخليج العربي دي معظم الصناعات اللي موجودة فيها بلاقيها صناعات بترولية. برضو سنة تالتة عندنا مراكز صناعية حديثة في قارة الأوكيانوسية، وطبعا أهمها هي أستراليا بالإضافة إلى قارة أمريكا الشمالية، وبرضو فيها مراكز صناعية حديثة والمثال على ذلك كل من كندا والمكسيك وأيضا قارة أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين وشيلي. دي كلها عبارة عن مراكز صناعية حديثة بدأت تنمو وبدأت في الإزدهار. هنشوف مع بعض دلوقتي سؤال المتفوقين، بيقول لي ما النتائج المترتبة على الوحدة الاقتصادية الأوروبية. ما النتائج المترتبة على الوحدة الاقتصادية الأوروبية؟ هننتظر منكم الإجابات إن شاء الله المرة الجاية، ونشوفكم في دروس تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.